أحيانا تشتد بنا الأزمات ولا نكاد نجد مفرا من التحدث عنها في كل مكان نلتقي للجلوس فيه، وذلك بسبب بعض العادات الشائعة في المجتمع، مثل عادة إيش الأخبار بعد السلام عليكم مباشرة. للأسف هذه العادة تجبر الكثيرين على البدء بسرد أخبار غالبها سلبي. حاولنا الاستفادة من هذه العادة السيئة لنشر الترفيه، السعادة، الأمل. بسرعة بسرعة اكتبوا بسرعة أبوه على اسم رهف. أوه كبيرة فعلا أبوها الزرة. لو سمحت إذا مرت رهف من هنا رن لي. عد علي الرناء. لا مش معك اتصل بي. لأن هذا الحدث رومانسي، هذا اللافتة طبعا تم تعليقها في أحد التقاطعات الرئيسية بالعاصمة صنعاء. لا تحددوش، أثارت بلبلة تداولها الجميع أو الغالبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تناقلتها العديد من القنوات المحلية والعالمية. حتى أن المجتمع كاد أن ينسى معاناة الاحتجاجات والأزمات. الجميل في الموضوع أنه في ناس استغلوا الموقف وصاروا رومانسيين. يا عادل ها وين الحلقه اللي عليها عادل؟ يا الله او ماي جاد هذه هي. يا الله ظلمتك عادل كثير. هذا ولا شيء يا حياتي، انا مستعد اسوي عشانك اي شيء. هذه المره علقتها هنا، المره الجايه بعلقها فوق برج ايفل، واذا ما رضيتيش انا باشتري خيمه واعتصم جنب بيتكم واغني لك اغنيه كل مره بشوفك فيها يبقى نفسي انا اللي كتبت كلمات هذه الاغنيه، وهي كانت يا رهف انا خليته يقول يا عشان ما حد يدري واسبب لك مشاكل، لكن انا مستعد اعلن حبي قدام الكل، مستعد اقول حبك قدام الجميع. انت حبيبتي اصلا، واذا ما رضيتيش انا بغير لك المنهج، بدل ما هو احمد واروع خلي رهف وعادل. يا حياتي يا حياتي انا فدالك، حرجتني يا عادل وعصير على شان البرج ايفل وتعلق ولا يا تابعنا على هذا الهاشتاج وكل مره حصلت تربيط علي كذا. يا عادل كذا تكذب علي؟ اسمعي والله انه والله نفسي بقولي والله استغوا هذه اللوحه الجولات ما انا اعرفي لوحه من هذا الراس رف. وكم يا عادل وكم يا رهف ادعوا انهم هم، وكم من رهف انضربت من ابوها. لا تفرحوش، كم من عادل انطرد من البيت، وكم من زوجة قالت لزوجها انه لو انا فعلا زعلانة منك هل بتراضيني بهذه الطريقة؟ الجميل في الموضوع انه بعد انتشار هاشتاج اسف يا رهف عادل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اصبح هذا الهاشتاج متنفس للضحك والسخرية من الواقع. تفاعل فيه اكثر من 10,000 ما بين صورة، تغريدة، تعاطف، شعور برومانسية، ويا علاقات ويا رسائل واتساب. هذا الحدث برغم بساطته إلا أنه بيّن أنه إحنا شعب نحتاج نوع بسيط من الترفيه، قد لا يكلفنا الكثير لكنه بطريقة أو بأخرى يجعلنا ننسى الظروف التي نمر بها، بطريقة أو بأخرى يجعلنا نفرح نبتسم بدلا عن لغة القتل الدمار الخراب الاختلاف. دعونا من هذه اللغة التي أجبرنا على الانغماس فيها، ولنبحث في ذواتنا وفيما حولنا عما يساعدنا على الترفيه. ترفيه من نوع خاص، قد لا يكون ذا نوعية مهمة، يستطيع أحد منكم في منزلها الخاص أنه يتقفز على السرير ويرفه نفسه بطريقتها الخاصة. أيضا تستطيع أنك تأخذ صورة سيلفي مع أصحابك وترفعها على مواقع التواصل الاجتماعي وهات يا حشوش. نستطيع أنه نلعب البلاي ستيشن بطريقة ترفيهية، ونستطيع أنه نشاهد الأخبار أو نشاهد التلفاز بطريقة بعيدا عن الأخبار، عن التحليلات التي للأسف تزيدنا كآبة. أشياء كثيرة. طيب طبعا ما نشتيش أنه بطريقة طيب البعض يعتقد
البعض يعتقد بأن هذا النوع من الترفيه خاص بصغار السن، وهذا أمر خاطئ جدا جدا. كلما كبر الفرد كلما زاد احتياجه للترفيه. للأسف برغم قلة الإمكانيات ورغم الظروف التي نمر بها في البلد، إلا أنني قررت أنا ومجموعة من الشباب أن نبدأ فعلا بصناعة نوع جديد من الترفيه، نوع جديد يساهم في تغيير الصورة النمطية، يساعد في إخراج اليمنيين مما يمر فيه. صحيح أنه دائما نسمع أصوات كثيرة تحاول أن تثنينا عما نقوم به، دائما يقولوا لنا يا أخي الناس يقتلوا ويتموتوا وانتم جالسين تضحكوا. جالسين لا يضحكوا، هؤلاء شغلونا في روحنا يا أخي. لا بترول لا قتل. أصوات كثيرة، لكن كان يجب أن نقولها بصوت عالي، هناك من يصنع الموت ويجب أن نتفنن في صناعة الحياة. كما تعلمون القنوات المحلية والعربية لا تغذي المشاهد بما يحتاج من الترفيه فقط، وكأنها متخصصة في تجريعنا المزيد من الجرعات التي تزيدنا كآبة، أخبار، تحليلات، مشاكل. إحنا كشباب قررنا أن نصنع نوع جديد من الترفيه، ندمج ما بين الكوميديا والفانتازيا بأفلام يتم صناعتها وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب على وجه التحديد. استطعنا أن ننتج في فترة قصيرة أكثر من 100 مقطع، ما بين فيلم قصير، فيلم كوميدي، مقطع ساخر، مادة ترفيهية. استطعنا من خلالها أن نبدأ ولو من هذا الخبر. أبو هزرة، بوزر. بوزر. كيف انت يا خبير؟ الحمد لله رب العالمين. هيا تجي تصير معنا تيدكس. تيدكس؟ وايش هذا تيدكس؟ مش انت ليش تيدكس؟ ايش؟ قالوا حلال السطر. تيدكس مؤتمر، اذا عندك فكره جديده، عندك اختراع اعرضه للناس. ايوه، وانت ايش معك؟ معي اختراع. شجره؟ لا معي اختراع. امسك امسك، شوف الحجره هذه. المفروض ان في حجر ثانيه. لكن شوف الخشب اخي، لا تحرق. لحظه اطلع لنا. شلوا دمك قديمه. ماذا معك؟ لا أرويك. بوزر. وقشع. بوزر. قديمة. كيف قديمة؟ وانت ايش معك؟ اخترى احسن منه. ايش عاد بيه اخترى احسن من ذي؟ لحظة شوف. علق اليوتيوب. تعرفوا مشكلة التحميل ورداءة خدمة الانترنت للأسف، على بال ما يتحمل المقطع خلونا ندردش. استطعنا خلال فترة قصيرة جدا أن نحصد العديد من المشاهدات، أكثر من 3 مليون مشاهد وأكثر من 5 مليون دقيقة مشاهدة للمحتوى الترفيهي الذي نقوم بصناعته. يمكن يكون المقطع تحمل، توقعوا الوقت كافي. يا خبرة بس أبو هزرة، يلا انزلوا، انتهى الوقت وطفى الكهرباء وإحنا هنا. انزلوا. طيب انزل، قال سبسكرايب. انزل. طيب انزلوا. خايف افتح لهم المجال ويطولوا وتطفى الكهرباء، وعارفين مشاكل انطفاء الكهرباء للأسف في اليمن. انقطاع التيار الكهربائي لا
يساعدنا نحن كمنتجي ترفيه أو صناع أفلام أن ننتج المزيد من الأفلام، ولا يستطيع المشاهد اللي هو أنتم تشاهدوا ما يتم صناعته. لذلك قررنا أنه نخرج بنوع جديد ما لاش علاقة بالتحميل حق الإنترنت ورداءة خدمة الإنترنت، ولا علاقة بكلفوت. فكانت الفكرة أنه نخرج بفن جديد اسمه ستاند أب كوميدي. هذا الفن هو 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 فن جديد. لحظة قال أنت، لحظة من أنت؟ ها؟ من أنت؟ أنا ستاند أب كوميدي. الله أورينا. ما تفعل ما لك ما تفعل. مستغرب أول مرة أشوف واحد يصور المعدة سيلفي. عادي، هذا إبداع بحد ذاته. أنا اليوم سأتكلم عن الإبداع والمبدعين ومبدعات المطبخ. اللي تنزل لك كل يوم طبخة والإنستغرام، هذا طبخ توني وهذا فعل توني، وكل الإنستغرام يستمتع بحلاوة الأظافر والكيك والتورت والحركات. كل شيء كل شوية نشوف كيكة عصير، هذا سوي توني، هذا فعل توني. لما يتزوجها فارح مراعي، يتزوجها متحمس للطبخ والأكل، يتزوجها تطبخ له الطبخة المشهورة، الطبخة اندومي. يا سلام يا مرا، وين الطبخ؟ وين الأكلات هذيك الحلوة اللي كنت تجيبين لي؟ ترسلي لي، ترسل له بالرابط، تقول له صحتنا هنا يا حبيبي. رابط يشوف، ادخل شوف الصور. هذا إبداع بحد ذاته، إبداع مبدعين. في أما نحن المبدعين الشباب، لا، معنا في السمفونية، لا، إحنا الشباب السيفونية نستمتع بالغناء داخل الحمام، خاصة لما تروش تحس إنك بدار أوبرا. تطعنا. نخرج من كثرة التحمس والله، نخرج نحس انه مسك لنا المنشفة زي ام كلثوم. لا، بس هنا ابداع. في ابداع بالمطبخ ثاني، في ابداع ثاني يتكلم ايش على طول اول ما يخرج. لحظة ياخذ وقتي، شي ياخذ وقتي. اقمنا العرض الاول من الستاند اب كوميدي، وحضر معنا قرابة 350 فرد من الجنسين. هذا العدد كان بالنسبة لنا حافز كبير جدا 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 انه نعمل المزيد من الفعاليات. بدانا وفعلا عملنا الكثير من الفعاليات. على سبيل المثال في اخر فعاليه حضر معنا قرابه 850، هذا العدد كان بالنسبه لنا عدد كبير جدا، البعض لم يجد مقاعد للجلوس عليها، وهذا يثبت اننا شعب يحب الترفيه، يبحث عن متنفسات للضحك، يبحث عن متنفسات للحياه. لذلك يجب علينا ان لا نكون كما يريدنا الاخرين، يجب علينا ان نكون نحن، ويجب علينا أن نضع بصمتنا، وبصمتنا نحن هي الابتسامة التي رسمناها على شفاهكم. أخيرا أخيرا لتكن أنت مرسالا لسعادة الآخرين، ولتساهم في نشر فيروس الضحك. فالحياة جميلة مهما تكون الظروف، وكما قلت لكم هناك من يصنع الموت، ويجب أن نكون جميعا من يصنع الحياة. وشكرا.